الحدث ما يستاهلش انه 8 نتاع الصباح اليوم مجلس النواب يكونوا نواب وكل حاضرين. شو انا مش نقول لك 8 نتاع الصباح، لا يجيوني 10 نتاع الصباح ما نعملش منها 8، يجيني 8 نتاع الصباح، اما يجيوني نعمل 10 اما يجيوني ما جيت ما نحكي لك. نبقى نحكيو على جلسه نتاع دونك فوالا. لا لا هذه استني هي تحكي، نقول لك انا باش تحكي، نقول لك انا باش تحكي، فهمت؟ هي تحكي على زوز نواب من مجلس الشعب، ما عندهمش تفاصيل ما يعرفوش. دقيقتين نحكيو على كيفاش انعقاد الجلسه العامه، ها واش وصول واش نحكيو فيه، خاطر زاد كيفاش تتعطى الثقه للوزراء كيما هكا وكيفاش تتعطى الثقه. قلنا باش نحكيو فيه هذا كله. انا علاه قلت لك بحضور والد معناها هارون اللي مات في السبيطار، النواب منهم من المسؤولين، عنا اثنين موجودين لهنا، علاش اليوم عنا اب مر بهذا الكل وحده؟ شو عملوا النواب مدام ساميه ولا سي صاحبي ولا شو؟ هل شو فما نواب تحركوا؟ فما حاجه اتصال بالعائلات؟ 12 عائله كهو معنا شويه اكثر من شويه. انا بالنسبه للتفاصيل مانيش معناها حقيقه فما التفاصيل نتاع التحقيق او نتاع اجراءات مانيش معناها مطالبين باش نعرفوا ادق التفاصيل، لكن صحيح هنا تقصير مع العائلات. المفروض انا جاو عنا ريفليكس ولا باش نديروا لنا انا لوم اللي فما بعض زوج نواب، زوج نواب الشعب، زوج نواب الشعب. نقول لك انا ها وحدهم ها وخلي احكي، انت كنت تحكي ولا هذا اللي مات صغيره، هذا نهار السبت مشى وحده ونهار الاحد مشى وحده ونهار الاثنين مشى وحده ونهار الثلاثه تسلم جثته وطلع مع الصحافه باش مشى تفن ولده وحده. نقول لكم وقتاش باش تعاودوا تمشيوا له؟ ها جاي الانتخابات، هاي جايتك الانتخابات، هاتوا جيوك كيما جاوك قبل، هاتوا عاودوا جيوك النواب. لا 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 ما عملتوا شيء، حتى فيكم احنا صورنا الناس الكل، مرينا حتى انا في السبيطار. لا ما تنجمش تحكي هكا، مرينا نايب حتى انا في السبيطار. لا لا سادة تقول لك لحظة بربي سامحني، أنا ساهل نمشي للسبيطار راني وما حبيش نمشي للسبيطار. باهي باش ما تركبش على حد، ما نجيش للسبيطار هذه واحد. باهي مشيت للدار نمشي، لا سامحت دقيقة عايش باش نحكي معاك. احنا عندي زوز أدوار في المجلس، عندي دوري التشريعي ودوري الرقابي. باهي باهي هذه حطها على الشيرة. معناتها شنو؟ معناتها أنا مهمتي تلومني على الميزانية اللي صحة ولات هكا، تلومني على الدوري الرقابي كيفاش مستشفياتنا في الحضيض، تلومني على شبهات الفساد اللي النيابة العمومية تو سكر فيها الملف ودوري أنا ونحث الحكومة على أنها تقوم بالملف هذا، تلومني على أني أنا كي نسمع بحالة في السبيطار عنده كونسير، ما سامحوني كونسير دو سان وعطاوها موعد بعد عام باش تعمل موغرافي، لازم نقلب عليها الدنيا باش تعمل موغرافي، تلومني كي نسمع هكا. اما سامحني هذه لو كانت الصغار مازالت ما صارتش الحاله نتاع الوفاه، نقول لك انا قلبت عليهم الدنيا. سامحني هذه يلزمها اخصائيين اجتماعيين ويلزمها ناس اخرين مهتمتها باش ما نعتذرش. اما رغم هذاك يعلم ربي احنا شنو نحسوا راهو مش حاجه سهله انك تكون نائب، راهو مسؤوليه كبيره. دايوغ اليوم في مجلس نواب الشعب ما دخلناش خاطر رئيس الحكومه مازلنا باش ناجلوها، اما خذينا كلمه كمان. تعرف شنو كلمتي شنو هي انا؟ انا قلت للمجلس تمشي تقتل القتيل تمشي في جنازته. ريتا ريتا سمعت كلمه شنو نرجع لك.